يصور الشاعر تقول الزهرة إلى زينب سلام الله عليها، تقول زينب أن يمك يا يمه مو بعيدة، أنا يمك يا يمه مو بعيدة، أنا شفت حسين من حزة ووريدة، 3 أيام أني بسكن البيدة، نوبة انهض بدور خنص ريدة، ونوبة انهض بدور كف عضيدة. توانك ابن فايز نحتاجك الليلة، صور لنا هذا الموقف، شلون وصلت الزهرة، شلون نزلت بضعة النبي صلى الله عليه وآله. قال نزلت بذلك الهودج من السماء كما في الخبر وهي تنادي ولدي قتلوك، ومن شرب الماء منعوك، وما عرفوا من جدك وأبوك. جبريل وين أجسادهم؟ دلني عليهم. قالها يا زهرة ما تقدري تنظريهم كلهم بلياروا، سوا حزني عليهم والروس شالوها بروس السامهري. جنة المأوى اليوم لجلة زينوها، اليوم بتجيكم جنايز تلقوها، فيهم جنازة بالعوادي رضضوها، اويل راسه مشوا بها وجثة ظلت رمي، اوالي الحور قوموا زينوا جنة الفردوس، اليوم بتجيكم جنايز مالها روس، ما بينها صدر نبخل العدا مدهوس، والروس شالوها بروس السامهري. وأعظم مصايا باللي دهش الحور بالي، ونغص علي عيشتي وكدر أحوالي، هاللي مشت للشام حسرة بغير والي، أويلي شالت عن الوالي وجثة ظلت رمي. شفنا الميت لمن مات بالتعجيل يتغسل، ما شفنا الميت لمن مات 3 أيام يتعطل، ما غير الشهيد حسين حتى كفن. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة، يا جواد يا كريم.